اسم إيلون ماسك لا يختفي من الأخبار، أو بالأحرى من التهم. الأسبوع الماضي تحدثنا عن اتهامات المعلومات المضللة وانسحاب تويتر من ميثاق مكافحتها الخاص بأوروبا. هذا الأسبوع يواجه ماسك وتويتر تدقيقاً آخر، والسبب هذه المرة الخصوصية بعد عمليات تسريح واستقالات واسعة النطاق في المنصة منذ استحواذ ماسك على المنصة. وإن كان الملياردير الأمريكي يرى الأمر منطقياً، تويتر لا يمتثل لمعايير الخصوصية، تويتر انتهك قوانين حماية المستهلك، ماسك لا يبالي وهو ليس أكبر من القانون. كان هذا ملخص رسالة 4 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وجهت إلى ماسك وليندا ياكارينو المديرة التنفيذية الجديدة لتويتر. الرسالة تضمنت أيضاً تساؤلات للمنصة: هل تحتفظ ببرنامج شامل للأمن السيبراني لحماية البيانات؟ هل أجرت تقييماً للخصوصية والأمان لخدمة تويتر بلو قبل طرحها؟ منح أنواب لماسك وللمنصة حق الرد، لكن وفق مهلة تنتهي في 18 يونيو. لم يرد تويتر حتى الآن، لكن ماسك تحدث عن الأمر سابقاً ورد على الاتهام باتهام. أفقدتني صوابي درجة الفعالية التي كانت تتمتع بها الوكالات الحكومية المختلفة للوصول الكامل إلى كل ما كان يحدث على تويتر. لم أكن على علم بذلك. والرسائل الخاصة أيضاً؟ نعم. ورغم حديث ماسك واتهامه الوكالات الحكومية الأمريكية باختراق الخصوصية، لكن رسالة النواب استشهدت في اتهامها ماسك بأمر آخر حدث قبل أيام زاد قلقهم: استقالة ثاني رئيسة لقسم الثقة والسلامة تحت قيادة ماسك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.